اتفضل. شكرا. تفضلي. شكرا بنتي. تفضل بابا. شكرا بنتي. سيد حكمت، سبب زيارتنا معروف. أنا مربي حسن من صغره، شاب ما في مثله، صادق طيب وأخلاقه عالية. شاف بنتك وأعجب فيها. إذا شايف حسن مناسب إلكن خلينا نزوجهم ونفرح فيهم. بعد موافقتك وعلى سنة الله ورسوله الكريم، طالبين إيد بنتك لابننا حسن. طيب قل لي كيف بده يفتح بيت من اللي بيقبضه من شغله؟ عنده بيت؟ بيقدر يستأجر بيت يكون قريب علينا وعليكم. ليك بنتي عندها طلبات، 5 أساور ذهب للخطبة، وبدي 5 للعرس، والبيت لازم يكون مرتب كتير. بيقدر الشاب ينفذ الطلبات؟ بقدر، أنا بعمل كل شيء. لكان بدكم تعطونا مهلة، بدنا نفكر ونحكي مع البنت ومنرد لكم خبر. لكان خلونا نحن نستأذن. إذنك معك. اللي ابني ليش قبلت بشروط هداك الرجال؟ شو بعمل امي؟ ما رح اترك زهرة تروح من بين ايدي. راسم مشان الله احكي لك كلمة معه، خليه يعقل. سمعان شو عم يحكي؟ نحن من وين بدنا نجيب 10 أساور؟ طولي بالك يا سليمة، ما تاكليهم، الله ما بيقطع حدا ابدا. اي ما اختلفنا، بس كمان خلينا نحكي بالعقل يا راسم. المصاري اللي معنا ما بيكفوا لنستأجر بيت لحتى نجيب اساور كمان. ابني ارفع راسك وما تتشائم إلا ما نلاقي حل. أمي معها. عم قلك من لاقي حل، امشي لشوف. يلا. رؤي زهرة، والله راح أعمل جهدي. ليك حسن، أهلي ما كان قصدهم شي، بس بدهم يضمنوا حقي، بدهم بنتهم تكون مرتاحة ومبسوطة. قولي لهم حسن رح يدير باله علي وبيحبني وما بده مني شيء. انت بدك بابا يكسر لي راسي مثلا؟ شو هالحكي؟ رح يقول الرجال يلي مو قادر يلبي لك طلباتك كيف بده يساعدك؟ لاقي طريقه حسن. على القليل اجيب 5 تبعوت الخطبه بس. زهرة بتعرفي حالتي، بتعرفي انه ما بقدر. لاقي شغل تاني حسن. رح تضل تشتغل عطول بهالفرن؟ مستحيل، ما بترك معلمي. هو بمقام ابي. من وفاة ابي ما تركني، ما فيني اتركه. زهرة طولي بالك، رح نلاقي حل. الله ما بيقطع حدا، وأنا بعرف إنه معلمي ما بيحكي على الفاضي، أكيد في فكرة بباله. إن شاء الله يكون هالحكي صح، وإلا رح تصير تشوفني بأحلامك بس. ما تقولي هيك زهرة. يلا لازم سكر، عم حاكيك برا. أمي عم تستناني بالمطبخ، وبدي لاقي طريقة أقنع بابا فيها. معلمي ما رح يتركني، رح يساعدني. شوف شارد،
وليش كل هالقد مهموم؟ ما في شي، عم بستنى الخبز. ابني انت كنت شارد كأنك آكل ضرب لشبعان، شو اللي زعجك كل هالقد؟ معلمي مو بإيدي، ما سمعت شو قال أبو البنت؟ ابني خليهم يوافقوا بالأول وبعدين نحكي بالقصة. معلمي حكيت زهرة مبارح لما رجعت، وقال إنه أبوها ما رح يرضى غير هيك، قال على القليل يجيب الخمسة تبعوت الخطبة. حتى الخمسة كتار، وهو بيعرف هالشي، ما تقلق أكيد رح يقتنع. اترك هالشغلة لرب العالمين يا ابني، الله بيحل من عنده. خلي إيمانك كبير، وإذا الله كاتب لك هالبنت إلك صدقني رح تكون هالبنت إلك شو ما صار يصير. الباقي كله بينحل. يلا أنا رايح الجامع، بدي لحق الصلاة، الفرن بأمانتك. ماشي معلمي، الله يتقبل. كان أساس عنده حل، ألا بيقول لي اتركها على الله. وبعدين معك يعني رح خليك تدفع حقه. يعني من كل عقلك بتتضايق إذا الطرف مو ظابط؟ أخي عطول بتعمل نفس الشي، بتاكل طرف الخبز وبتتركه وراك. ايه وشو فيها؟ لمين رح نبيعهم هدول؟ كل ما أخدهم على البيت أمي بتتضايق مني، بتقلي جايب لي باقي الخبز؟ أخذ لها من هدول. وأنا شو بدي أعمل بهاد الخبز؟ أنا اللي عم بدفع حق الخبز يلي عم تاكله. ما أخباك يا زلمة، شو أنت عم تدفع حق الخبز؟ لك قديش بخيل معلمك هاد؟ شش اوعك لهون وبس، معلمي كريم وهو ما عم بيطالبني بشي، بس أنا من حالي بدفع حق الخبز كل مرة لأنه هالحكي حرام. يا لطيف، كل هذا مشان قطعة خبز؟ اللي عم تاخده دوبه يكفيك، واحد غيرك بيطالب بضعف الأجرة على الأقل. بس شايفك حباب وساكت، شو بده أحسن من هيك؟ ها يلا اشتغل وحاج تحكي، يلا روح وزع، يلا بسرعة. ما رايح، خليك انت قاعد هون مثل الغبي عم تضيع حقك. خلص رح حل الموضوع. مو شايفتك عم تحل شي، ما عملت شي لهلا، بابا ما رح يستنى كتير. حسن ابني. زهرة معلمي عم يناديلي، نحكي بعدين. انا اسف يا ابني، ما كنت بعرف انك عم تحكي على التلفون. ولا همك معلمي، كنت عم حكي زهرة. حط هدول بالبنك بس بسرعة لحقه قبل ما يسكر. شو هدول معلمي؟ مصاري إلي ابني، أنا كل فترة بخبي شوي بالبنك. ها؟ لحظة، حط المصاري بحسابي، أعطيهم الدفتر لحتى يسجلوهم هون. ماشي معلم، رح أخذهم. حلو، هيك لكان. والله أنا فكرت وضعه على قده. شو هاد يا؟ عن جد ما أغباني، طلعت عم أخذ منه قروش طلع معه كل هالمصاري بالبنك. وينك لهلا زهرة؟ أخذت إذن ساعة بس. شو أعمل حسن؟ ما أنا استنيت بابا لطلع من البيت، بيقتلني إذا عرف إني عم شوفه. طيب قولي لي خير، شوفي حسيت في شي لما اتصلتي؟ حسن فهمني شو صار معه. من أسبوعين ما قبضت ولا فرنك، ما قدرت لم حق سوارة وحدة حتى. حلو، إذا بدك تضل هيك رح تندم كتير بعدين. شو يعني هالحكي؟ يعني جارتنا يلي فوقنا عندها ابن أخ بيشتغل ببنك مهم، بعتت خبر لأمي بدهم يجوا يطلبوا إيدي، وماما قالت لبابا مبارح، وبابا كتير انبسط، قال أحسن من الفران بكتير. إيه والمعنى؟ يعني أبوك بده يعطيك إيلو؟ طبعاً إذا ضليت هيك على أساس معلمك رح يساعدك. ليش لسه ما عمل شي؟ روح أحكي معه، عنده فرن هالقده، قله يساعدك. طيب يدينك مصاري؟ ما بقدر أطلب منه، لو كان معه كان أعطاني لحاله. صار لازم أرجع على الشغل هلأ.
لو سمحتي طولي بالك شوي، بوعدك لاقي حل، بس اعطيني شويه وقت. نهارك سعيد اخي. اوه والله انت مانك بكل هالدنيا يا اخي. ضايق خلقي شوي. شوفي خسرت بالبورصة يعني ولا ضربت سيارتك؟ شريف مو وقت مسخرتك هلا. ابوها لزهرة بده يزوجها لواحد بيشتغل ببنك واوضاعه منيحة. شو رح تعمل؟ ما بعرف يا اخي، مو طالع بايدي شي. تأملت من معلمي انه يساعدني شوي بس ما شفت منه شي لهلا. وانت ليش واثق فيه هيك؟ هو المعلم بهمه شغله يكون ماشي والباقي ما دخلوا فيه. والله ما بعرف شو احكي، لما طلعنا من بيت زهرة قال لي انه رح نلاقي حل، ما تاكل هم، لهيك تأملت. اعطاني مصاري الاسبوع الماضي، فكرتهم مشاني، بيجي بيقول لي حط لي اياهم بالبنك. والله تضايقت منه فوق ما بتتخيل. شو هالعالم هاي؟ وين بدهم يروحوا بكل هالمصاري؟ لك صار عمره 70 سنة، شو بده ياخذهم معه على القبر؟ ما بعرف، انا كثير استغربت منه. المهم ما اعطاك شيء لك. على الأقل كان فينه يزود لك إجرتك. إيه حتى هاي ما عملها، مثله مثل أي معلم. أخي انتبه منيح، هذا الرجال عم يستغلك ويضحك عليك، جابك لعنده وأنت صغير وعساس عمل معك منيحة وقال شو ما عطيته بيقبل. لا أخي لا تزيده، طول عمره كان مثل أبي. رح حاكي بكرة بركي بيلاقي لي حل وبيساعدني بأي شيء. هي كتير رح يهتم يعني. وليش لا؟ على فكرة معلمي كتير بيحبني. فهمني انت غبي شي؟ لسه عم تدافع عنه؟ بيعطيك قرشين وبيخليك تشتغل كل شي، بأي شغل تاني تقبض أكتر وتشتغل أقل من هيك. ايه ما عم بيخليك تتنفس لا ليل ولا نهار. وبتقلي مثل أبي؟ ايه معه كومة مصاري وما عطاك منهن قرش. لا مو بس هيك، وفوق عم يخبي المصاري كمان. زهرة بتقلي هيك، روح دور على شغل تاني، وأنا ما فيني أترك معلمي. أخي انت ليش مربط حالك فيه لهلأ؟ فتح لي عقلك. على فكرة فيك تجيب مصاري وانت هون. وكيف هاي بقى؟ مو انت مستلم حسابات المحل؟ حلو هالحكي، كم محل بتوزع لهم خبز كل يوم؟ إذا كل محل اشترى منك 10 بتطالع 100 ليرة باليوم، صح؟ انت ما تسجل كل شيء بتبيعه؟ شو عم تحكي يا أخي؟ هاي صار اسمها سرقة. سرقت شو لك أخي؟ هذا حقك، إذا معلمك ما عطاك ياخده بإيدك. لكني أنا عم اشتغل بمطعم وعم وزع خبز مثل ما قلت لك، عم أخذ حقي شي؟ لا. فتح لي عقلك، لو اجتني فرصة مثل هيك كنت بشتري بيت بسنة. لا أخي لا، ما فيني أعمل هيك شي، أنا بخاف الله يا أخي، حرام هالشي. أخي ما في شي حرام بالموضوع، هذا حقك وتعبك صح ولا لا؟ حرام عليه هو إنه ما عم يعطيك حقك. لا ما فيني أعمل هيك شي، ما باكل حرام. خليك صفنان وقاعد هيك لكن، وخلي البنت تروح من إيدك. ها شو الخبز جاهز؟ يلا قوم. صباح الخير يا ابني. عم اقول لك صباح الخير، شو ما عم تسمع؟ صباح النور معلمي. رجعت تشرد يا ابني؟ شو عم يصير معك؟ ضايق خلقي والله. ابني شو المشكله؟ موضوع زهره كمان؟ احكي لي. انسى الموضوع معلمي، راسي عم يوجعني. خليني هلا سلمك الغله بعدين برجع على البيت وبنام. ايه والله احسن، النوم بيريحك، كنت بالفرن طول اليوم. اربع مطاعم وثمان محلات، المجموع 68 رغيف. وهي المصاري. الله يبارك فيك يا حسن. خذ هدول. وحطهم بالبنك. ايه اكيد، ورح سجلهم وبتشوف قديش صار المبلغ. برافو عليك. بدي اعزبك يا ابني، حطه بالبنك قبل ما تروح على البيت. ايه تكرم،
رح أمشي. جمع كومية مصاري بشهره وهو قاعد، وأنا اللي شايل الشغل وعم بتعب. أهلين زهرة. حسن أنا ماني منيحة. شو صار حبيبتي؟ ما تخوفيني عليكي. حسن، هداك الشاب هو وأهله رح يجوا يطلبوني اليوم المساء. ما تقولي يا زهرة. حسن ساوي شي مشان الله، بابا عم يقول إنك تخليت عني. مشان الله لاقي حل، خد قرض، اعمل أي شي واحكي مع بابا مشان الله بسرعة. طيب زهرة لا تتضايقي أنت، بكرة رح أجي وأحكي مع أبوك. بس بترجاكي يا زهرة، شو ما صار أوعك تخلي أبوك يوافق عليه. ماشي. يلا يا زهرة يلا. زهرة حبيبتي. حسن. زهرة شو صار؟ ما تقولي لي وافق. لا ما وافق، بس قال لهم اعطونا وقت لنفكر. الحمد لله انه ما وافق، والله كنت قاعد على اعصابي وخايف كثير. ايه ما ترتاح كثير، صح ما وافق هلا، بس قال لهم خلونا نفكر. ماشي زهرة، خلص ارتاحي انت. شكلي لقيت حل، بكرة رح اجي احكي مع ابوكي. عن جد عم تحكي؟ شو رح تعمل؟ في شي ببالي، رح اعمل اي شي حتى ما اخسرك. بحبك يا زهرة. وانا كمان، يلا رح سكر. ماشي. رح أقلل هدول للأربعين. هاد حقي. حسن ابني. ايه معلمي. ابني ليش المحلات مقللة كمية الخبز؟ شو يعني ما عم يعجبهم خبزنا؟ لا معلمي ما حدا اشتكى منه. شو القصة؟ الكل تقريباً مقلل الكمية. ايه قالوا لي عم يضل عندهم خبز كتير، لهيك قللوا الكمية. حرام مشان ما يضل عندهم زيادة وينكب. بتعرف يعني الخبز بس يضل لتاني يوم بيصير بايت وما عاد حدا بيشتري. حتى شريف اللي بيوزع خبز قال لي نفس الشي. قلت له حرام ينكب الخبز، هاي نعمة الله. برافو عليك يا ابني، لأنه بس نحافظ على نعمة ربنا الله بيبارك لنا برزقنا. قلن ياخدوا اللي بيحتاجوه بس. بقلن معلمي. مو قلت إنك رايح؟ شوف قدي صارت الساعة، يلا اتكل على الله، أنا بكمل باقي الشغل. ماشي معلمي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا ابني. هدول اللي بدك ياهم؟ ما تحلق. إذا هو ما عطاني حقي أنا باخده، هاد حقي. حقي وحق زهرة، ما عاد فكر، خلاص. Thank you.
مرحبا عمي حكمت. أهلين. ما في شي من قيمتك. ممكن أحكي معك شوية عمي إذا سمحت؟ عود عود تفضل. إذا جاي تحكي بخصوص زهرة فإجاها عريس وأنا عم فكر بالموضوع. إيه أنا جيت لأحكي بهالموضوع عمي. اسمعني، معلمي زاد أجرتي ووضعي تحسن، رح جيب إسوارة خلال هالأسبوع والباقي قبل الخطبة، بعدين بستأجر بيت. ما شاء الله، شو معلمك تبرع لك بالمحل؟ لا بس عطاني حقي الحمد لله. عمي أنا شاب شغيل بنحط بالصخر إذا بدي ما بهدي. يا ريت تفكر بكلامي قبل ما توافق على هداك الشاب. وأنا قد كلامي، رح أعمل كل شي بدكن إياه، ولو ما كنت واثق بحالي ما قويت قلبي وجيت لعندك. أنت متأكد؟ منشوف لك. جيب الأسوارة بالأول واستأجر البيت وخلينا نشوف بعيننا وبعدين منحكي. تمام، رح أعمل كل شي بوعدك. سيء يا كاظم، بركة هالمحل ما عادت مثل قبل. من لما فتحت هالفر لليوم ما صار معي هيك، كل مال الأمور لورا. يا الله دخيلك، كان شغال وما أحلى، شو صار هلأ؟ ما بعرف، الله وكيلك ما غيرت شي، ما بجيب إلا أحسن أنواع الطحين والخميرة، بس قليل الكمية اللي عم تنباع. ما تقلق يا أخي راسي، الرزق على الله، بتصير فترة هيك وفترة هيك، لا تشك بكرم الله أبدا. شو هالحكي؟ استغفر الله، دائما الحمد لله على كل شيء، بس في شيء شاغل لي بالي. شو القصة؟ عندي شاب اسمه حسن وأنا بدي زوجه، بدي افتح له بيت بأسرع وقت وأمن عليه. صار لي شهرين ثلاثة عم جمع له، بس بهالوضع ما عم أقدر شيل شيء على جنب. الله يبارك فيك يا راسي، قديشك طيب وكريم. لا يا كاظم، هذا واجبي تجاه الشاب اليتيم. أنا بعدين صرت بالسبعينات، شو بتلزمني هالمصاري من اليوم ورايح؟ ما إلي حدا وما عندي ولاد غير حسن. والله لازم حسن يحطك على راسه. ما أنا مقصر الشاب، أنا رضيان عليه، بس هلأ شو بدي أعمل لأمن له باقي المصاري؟ ما بعرف، الولد بده يخطب.
أعطي اللي معك وإلا ما يتأمن الباقي. لا ما رح أعطيه، هو حتى ما بيعرف إنه عم خبي له مصاري. حسن شاب ما في منه، بس هو متهور شوي، ما بيفكر صح. إذا أخدهم رح يصرفهم هون وهنيك، بخطب له بعدين بعطيهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أهلين فيك معلمي. شو شايفكم سوا؟ رح تصير تشوفنا كل. بس يا بنتي ما لازم نحكي مع أبوك بالأول؟ أنا كنت عم فكر أحكي معه بهاليومين. حسن حكى معه معلم راسم. معلمي رحت لعنده وحكيته، شرحت له وضعي وهو تفهم الموضوع. أكيد تفهم، خصوصاً لما جاب حسن الأسوارة. الله يبارك لك معلم، لولاك ما كان قدر يجيبها وما كان بابا رح يوافق أصلاً. ليش أنا شو عملت يا بنتي؟ شو عملت يا معلم؟ أنت دفعت حق هي الأسوارة، شكراً، ما رح أنسالك معروفك بعمري. خليني وصلك على البيت بلا ما يعصب أبوكي. معلمي أنا رح وصل زهرة وإجي. ماشي يا ابني. يلا حبيبتي. شوفي حسن، ليش تضايقت فجأة؟ يا ريتك ما حكيتي عن الأسوارة. ليش حتى ما أحكي؟ لازم صلي وادعي له للرجال، ما بدك يعني تشكره يعني؟ مو هيك القصة، هو ما بيحب هالشغلات وقال لي ما خبرك إنه هو اللي جابه. ايه ما كنت بعرف، لهيك تفاجأ. خلص حكيت ومشي الحال. هو هيك. هات عنك معلمي. تعال نحكي كلمتين، جيب الكرسي لهون وقعد. قل لي يا ابني، شو اللي خلاك تقلها انه انا اللي جبت الاساور؟ ليش كذبت يا ابني؟ غلط اللي عملته. شو انت ما بتعرف انه الكذب حرام؟ حرشني قدام البنت وخليتني شارك بالكذبه. بس معلمي اضطريت اقول هيك، امي تدينت لنا مصاري لنجيبها، خجلت قلها هالحكي لزهرة وما قدرت احكي، قلت لها معلمي جابها. خلينا نعطي امك حق الاسواره، ما تكون مديون لحدا ابني. لا معلمي خلاص أنا بتصرف. ولك كيف بدك تتصرف يا حسن؟ شو أنا ما بعرف وضعك؟ ما معك تستأجر بيت حتى. طيب يا معلمي أنا ما كان بدي أقول لك، بس صار لازم تعرف هلا. معلم جاييني مصاري. مصاري شو؟ من وين رح تجيك المصاري؟ المرحوم أبي كان عنده أراضي بالضيعة، بس معه كذا شريك فيها، لما باعوهن طلعت لي حصة أبي، رح يبعتوا لي حقها بكرة، وهيك بسد ديون الأسوارة واستأجر بالباقي بيت. إيه ألف الحمد لله. قلت لك الله ما بيقطع حدا يا حسن، الحمد لله. أنا آسف إني حطيتك بهالموقف يا معلمي. مو مشكلة، اللي صار صار، بس خلي ببالك اوعك تكذب حتى لو كان هالشي للخير. والله ارتحت كتير، إجت هالمصاري مثل الدواء. يلا روح جيب كاسين شاي وتعال. أخي رح يفتح محل بالساحة، رح ياخد من عندك. هذا المحل بده 300 رغيف كل يوم، لك منه رزقة منيحة وأنا بأخد حصتي كمان. المواد ما بتكفي، لازم جيب مواد من التاجر، ما فيني اسحب كل هاد بلا ما يعرف المعلم. ليش محمل القصة كل هالقد؟ أنا بأمنهم ومنحطهم بالمحل. إيه شو معلمك عم يعد الكياس يعني؟ والله ما بعرف، بس ماني مرتاح يا أخي. أخي ارتاح واسمع مني وعلم على كلامي، إذا ما بتجمع حق الأساور وتكاليف الخطبة بل ما يعرف معلمك ما بعرف شي أنا. قلت هاد حقي ومعلمي ما عم يعطيني إياه، بس عن جد هيك كتير يا أخي. هو أنا قلت لك اللي عندي، عم نطالع مصاري كتير وما أحلانا. بعدين شغلتك ما بتخلص عند الخطبة يا أخي، لسه عندك العرس وشهر العسل وميت قصة ما بتخلص لآخر عمرك. فكر فيي منيح. أنا ماشي يلا. استنى شوي، اللي كيف رح تأمنهم؟ التاجر ما رح يعرف؟ ما رح يعرف شي، أنا رح ظبط كل شي والموضوع كتير سهل.
اسمعني، رح نجي بالليل ماشي؟ ألف مبروك يا أولاد، الله يتمم لكم على خير. طيب لكان، ما بدنا نطول بالخطبة. معك حق، لازم نستعجل بالخير يا سيد حكمت. مزبوط هالحكي. منعمل الخطبة الأسبوع الجاي إذا بيناسبك. إيه أكيد، ليش لا؟ كتير مناسب. لكن منروح السوق مع بعض آخر هذا الأسبوع، شو رأيك أختي؟ إيه جاهزة، ما عندي مشكلة. هيك تمام، وللجهاز بدنا تقريباً وكمان خمسة، يعني هيك صاروا مع 27. شو في يا ابني؟ صار لك ساعة عم تكتب. شو يعني عم تكتب رسالة لخطيبتك؟ لا يا معلمي، عم اكتب قائمة. بدهم يروحوا على السوق مشان الخطبة. عم احسب قديش رح يلزمنا مصاري تقريبا. برافو عليك يا ابني، خطبت وصار عندك مسؤولية، ما شاء الله. ليك صار كل شي بدك يا، خفت وتشائمت على الفاضي. لساتنا بالبداية يا معلم راسم، جايين الأصعب. لسه عندي العرس والفرش وميت شغلة، شو بدي لحق للحق؟ كله إلو حل، خلينا نخلص من الخطبة وبعدين منحل باقي الأمور على رواق. أنا رايح لعند محمد على المحل شوي، رايح أشرب شاي بخلص وبرجع. شكراً معلمي، شكراً كتير. أنت مو شاطر غير بالحكي، بيقلي بتنحل وما منشوف منه شي، منحل باقي الأمور على رواق. علاك هدول حق الأساور، وهدول لأجار البيت، وهدول مصاري الجهاز. هلأ وقتها شو صار؟ هلأ يا ربي دخيلك، صرنا بال2013 ولسه بتنقطع الكهرباء. شو القصة أخي؟ ليش ما في كهرباء؟ ما بعرف، يمكن صار في شي عطل. نبلش شغل؟ ايه يلا تعال خلينا نشوف. جبت له وصولة من المحلات؟ ايه جبتهم كلهم، كل شي صار جاهز، لازم نحن نخلص كل شي ونأمن لهم طلباتهم لبكرة. قدي طالعنا مصاري من هالشغلة؟ ما توقعت لهالدرجة، وزادوا الكمية. قلتلك أخي مصاري كتير ما شاء الله. مو قلتلك إنه بكرة الخطبة تبعي؟ بدي أخذ كل شي من أحسنه لزهرة. ايه يا اخي الله يوفقك، خلينا ننزل الاغراض من الشاحن بسرعه لكان. يلا. مين عم يتصل؟ استنى اخي شوي وجاي. ماشي استعجل. ايه يا زهره شو في؟ ما في شيء، اشتقت لك وحبيت احكي معك. عملت شيء مو منيح؟ لا بس خوفتيني. متحمسة مثلي لبكرة؟ كثير. لهلأ مو مصدق إنه رح نخطب بكرة. وأنا كمان، مع إنه كنت فاقد الأمل بس قدرت تخلي بابا يوافق. رح خليهم 40. هدول اللي بدك ياهن؟ ما تحلم.
إذا هو ما أعطاني حقي أنا باخده. ألو؟ ألو حسام؟ عم تسمعني؟ إيه عم بسمعك زهرة. ليش سكتت فجأة؟ رح أعمل أي شيء كرمالك، أي شيء. حياتي حبيبي. يا عمري حسن، المحل عم يحترق، ركود بسرعة، ركود. مصاري يا مصاري لك مصاري عم تحترق. اهدى، جيب لي مي. اهدى، جيب مي بسرعة. مصاري عم تحترق. يلا ما عم تنطفى. يلا طفيها معي. لك طفيها. يلا ساعدني. من وين طلعت لنا هالقصة؟ يلا حسن، يلا مصاري. يلا يا حسن. طفي النار. يلا يلا يا الله، مصاري عم تحترق. يا الله مصاري عم تحترق. ليش عم يصير هالشيء؟ حسن طفي. يا الله. عمل له كل شيء بيحتاجه الدكتور، كل شيء بيحتاجه. لا تقلق، ما في شيء كتير خطير، بس الحروق من الدرجة الثالثة وخصوصاً الإيدين. وبس الطيب الحروق بينكمش الجلد، ووقتها حركة الإيدين رح تتقيد. يا الله دخيلك، وشو رح يصير بعدين؟ إذا ما قدر يحرك إيديه شو رح يعمل ابني يا دكتور؟ قلي كيف بده يقدر يشتغل ويعيش؟ اهدي مدام، فينا نحل المشكلة بزراعة الجلد، يعني مناخد جلد من جزء تاني من جسمه ومنزرعه بإيديه. هيك هو رح يقدر يستخدم إيديه بشكل طبيعي. الحمد لله. بس مع هيك هذا الإجراء عملية تجميلية، يعني هذا الإجراء للأسف لا يعتبر علاج كامل. أما العلاج الكامل داخلياً وخارجياً بكلف شوي أكتر. المصاري ما مهمة، أنا بقدر سد التكاليف. بلش بالعلاج يا دكتور. لكن رح جهز لكم الوراق لتوقعوها وبرجع لعندكم. الحمد لله على سلامته. الله يكتر خيرك يا معلم. ولو هذا واجبي، معقول اترك ابني هيك؟ معلمي، معلمي. رح تتحسن يا ابني، ما تخاف، كله رح يصير منيح. روحت كل مصاريك علي. شو هالحكي هاد؟ انت تحسن والباقي مو مهم. شو المصاري؟ بعدين هدول المصاري مو إلي اصلا، هدول إلك، كنت مخبيهم لعرسك وهدول كانوا باسمك. بس قدر الله ما شاء فعل، المهم صحتك وعافيتك. وبس الطيب يا ابني، عنا شغل كتير بالفرن. ها شو ابني انت لهالدرجة عم تتوجع؟ حسن يا ابني رح نادي الممرضة. استنى معلمي، معلمي انا، معلمي كنت عم بسرقك دائما. شو؟ شو عم تحكي يا ابني؟ كل يوم، كل يوم من شهور سجل اقل من الخبز يلي عم بيعه، بعت كثير وما خبرتك عنه، وكنت اخذهم الي. كل اللي صار فيني بسبب هالمصاري، ليك النار اكلت ايدي اللي سرقت فيهم، والمصاري صاروا رماد. لك حرقت حالي وحرقتك معي يا معلمي. أنا ما بستاهل منك شي، خليني ضل على وضعي، ما بستاهل منك ليرة. رح أدفع المصاري ورح تبلش علاج. ما فيني حط عيني بعينه. لا بتقدر، بدك تروح تودعه، تعتذر منه وما عاد تورجيه وشك بحياتك، بتلاقي شغله مننتقل من هون. أمي ما راح أقدر، والله خجلان منه، ما فيني واجهه. أمي شو بقله؟ تعال هون حسن. حسن، حسن تعال هون. حسن
ابني؟ عم تعطل لي شغلي خلصني؟ في عنا شغل بالفرن كتير، تعال هون. معلمي سامحني. أنا ما فيني أشتغل بالفرن بدونك. سامحتك يا ابني، سامحتك. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.